أحسن الله إليكم. أم المرابط بن عبد العزيز تقول: ما المدة المحددة لهجر المرأة في الفراش وأيضا هجرها بالكلام؟ جزاكم الله خيرا. المدة غير محددة، إنما يرجع ذلك إلى ما يحصل به المقصود، فيهجرها الهجر الذي يحصل به المقصود من ارتداعها. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل علاج النشوز بهذه الأمور: أولا الموعظة، تخويف بالله عز وجل، فإن لم يجدي بها ذلك فيهجرها في المضجع لأن لا ينام معها، أو إذا نام معها أن يجعلها خلفه أو نحو من ذلك يعرض عنها. فإذا لم يجد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، والهجر يرجع فيه إلى ما يحصل به المقصود.